السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة حصردون التعليمية. النهاردة أنا جهزت لكم مجموعة من السجلات اللي ممكن يحتاجها أخصائي التطوير التكنولوجي في المدرسة، وهذه السجلات خاصة بتشغيل حجرة مناهل المعرفة وبتشغيل حجرة التعليم الإلكتروني أيضا إن وجدت في المدرسة. عندنا هنا بداية من السجلات، في سجل خاص بالاسطوانات واسطوانات الفيديو وشرائط الفيديو. هنا طبعا تكتب اسم الإدارة بتاعتك، تكتب اسم المدرسة، وده بيان بشرائط الفيديو وبالاسطوانات الموجودة عندك في المدرسة. طبعا هنا عندك الصف الأول، واحد هنا بترمز إلى الترم الأول، واثنين بالترم الثاني، واحد زائد اثنين الترم الأول والترم الثاني معا. عندك الصف الأول، اسطوانات الصف الأول، اسطوانات الصف الثاني، اسطوانات الصف السادس، وهكذا. عندك بقى كده الإجمالي والصالح منها والعاطل والمنهج القديم والمنهج القديمة يعني وما إلى ذلك. طبعا السجل ده معمول بصف بشكل عرضي، يعني هيتكعب من جهة اليمين هنا وهيكون السجل ده بشكل عرضي. عندنا كمان نفس السجل بس للإعدادي، ده للابتدائي وده للإعدادي. عندنا كمان بلاغات الأعطال، دي طبعا لما يحصل معك عطلة هتعمل بلاغ به للإدارة التعليمية لقسم التطوير التكنولوجي في الإدارة، وهتعمل بلاغ بالعطلة اللي توجد عنده. ده سجل خاص بالأعطال. عندك سجل خاص بتدريب التلاميذ أو الطلاب، دي الصفحة اللي عندك هتكرر، ودي صفحة الغلاف. عندك هنا طبعا اليوم والتاريخ والفصل واسم النشاط وتوقيع تلميذ، توقيع المدرب، ملاحظات. دي هتسجل فيها التدريب اللي تم للطلاب عندك في مناهل المعرفة، ودي سجل خاص بتدريب المعلمين او تدريب المدرسين، ده سجل لتشغيل مناهل المعرفة. انا عامل هنا هو صفحتين، لو حبيت تطبع دي ماشي، تطبع الاولانية ماشي. ده سجل لتشغيل حجرة مناهل المعرفة. طبعا احنا عارفين انه مناهل المعرفة حاليا بتشتغل فصل واحد في اليوم، والفصل طبعا لازم يتسجل كل الحصص وكل المدرسين اللي دخلوا للحجرة في اليوم ده. فبنكتب الاول اليوم والتاريخ والحصة الاولى لغاية الثامنة، وكل حصة الفصل طبعا بيتكتب بشكل دولي، والمادة وموضوع الدرس والوسائل المستخدمة ومدرس المادة، ده كله بيتم تسجيله هنا. فبكل جدول من الجدول دي بيمثل يوم دراسي داخل حجرة مناهل المعرفة. فاحنا بنطبع الصفحة دي مكونة من 4 جداول، وبتكفي الصفحة الواحدة بتكفينا لمدة 4 أيام. ودي ممكن استخدمها كغلاف للسجل، كصفحة غلاف للسجل، وبعمل السجل وبطبع هذه الصفحة وبصور عليها وبكعبها وبعمل منها سجل اسمه سجل للتشغيل. عندي كمان جماعة التطوير، جماعة التطوير التكنولوجي في المدرسة، بعمل لهم سجل خاص بيهم، وبكتب اسماء طلاب وفصولهم والنشاط اللي بيمارسوه، وبعمل صفحة غلاف للسجل. عندي كمان سجل الزيارات، ودي طبعا بيقوم بها توقيع فيها كل الزوار اللي بيزوروا حجرة مناهل المعرفة، اليوم والتاريخ واسم القائم بالمتابعة، كم متابع سواء من الإدارة أو المديرية وظيفته والجهة التابعة ليه، والزيارة بيسجل هنا هو الملاحظات بتاعته، وده طبعا صفحة غلاف لهذا السجل. سجل تاريخي، وده طبعا بيكون موجود معاك، بتصور الورقة دي تعمل منها سجل، وبتعمل لكل جهاز عندك صفحة تسجل فيها
كل بيانات هذا الجهاز. سجل تشغيل حجرة التعليم الإلكتروني لو عندك حجرة تعليم إلكتروني، ده كمان سجل خاص بيها، ممكن تغير أو تبدل. يعني ممكن هنا بدل سجل تشغيل حجرة مناهج المعرفة تغيرها وتخليها سجل، تغير وتخليها سجل تشغيل حجرة التعليم الإلكتروني. فطبعا انه معمول كله بصيغة الورد، سهل جدا انك انت تغير اي شيء او تعدل عليه. سجل متابعة التدريب، طبعا عندك هنا هو اسم القائم بالمتابعة، الوظيفة، الجهة التابعة ليها، عدد المتدربين بالمدرسة على الانتل وعلى الاي سي دي ال. انا اعمل لك السجل ده او مجموعة الحاجات اللي بتبعتها للادارة التعليمية في بداية كل سنة، وهي خاصة بالإقرارات وبالعهدة، كشف من العهدة، تسليم وتسلم، كشف تسليم وتسلم بين مسؤول الأساسي والمسؤول البديل، وكشف الضامن والمتضامن بين مسؤول الأساسي والمسؤول البديل. طبعا ده الجدول ده بتسجل فيه العهدة الموجودة عندك، عهدة مناهل المعرفة، وفي الكشف ده بتسجل أنواع الشرائط والتعليمية الموجودة عندك والأسطوانات، بتسجلها هنا في هذا الكشف، ويتم إرسال صورة من هذه البيانات في بداية كل عام دراسي لمركز التطوير التكنولوجي التابع لي. ودي كل السجلات اللي ممكن تحتاجها في مناهل المعرفة. يا رب تكونوا استفدتوا من الموضوع. أسفل الفيديو إن شاء الله هتلاقي رابط مباشر، تحميل مباشر لكل السجلات دي، هي بصيغة الوورد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.